بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب والأكارم في الصف الرابع الابتدائي في الفصل الدراسي الأول في مادة لغة الجميلة، درسنا الجديد بعنوان الوحدة الثانية الوظيفة النحوية فعل الأمر. نبدأ درسنا بمشيئة الله تعالى، سنتعلم فيه فعل الأمر وما هو فعل الأمر، وكذلك نميز علامة فعل الأمر، وكذلك ننشئ جملا تبدأ بفعل أمر. كما تعلم أيها الطالب أن كل جملة تبدأ بفعل فهي جملة فعلية. إذن الدرس بعنوان الوظيفة النحوية فعل الأمر. أريدك أيها الطالب الكريم أن تتابع معي في كتابك وأن تكون متهيئا للدرس الجديد. طيب، يقول: لاحظ الكلمات المكتوبة بلون مغاير في الفقرة التالية ثم أجيب. أريدك أن تلاحظ الكلمات المكتوبة بلون مغاير. الآن ستخرج لك مجموعة من الجمل فيها كلمات بلون مغاير. نعم، انتبه الكلمات التي باللون الأصفر. في الجملة الأولى يقول: فاتخذ من الذباب عدوا لدودا لك. فاتخذ، اتخذ. والجملة الثانية يقول: اطرده كلما دنا منك. اطرده كلما دنا منك. انظر للجملة التي تليها: واحفظ طعامك من شره وحاربه بالنظافة. احرص على النظر إلى الكلمات التي باللون الأصفر. واحفظ طعامك من شره وحاربه بالنظافة. طيب، هذه الكلمات فاتخذ واطرد واحفظ وحاربه وحارب، هذه الكلمات هل هي أسماء أم أفعال أم حروف؟ نحن كما تعلم أيها الطالب النجيب قلنا بأن الفرق بين الاسم والفعل أن الفعل لا يقبل أل وأن الاسم يقبل أل. فلو أخذنا أو أدخلنا أل على الكلمة الأولى الأتخذ، الأطرد، الإحفظ، الحارب، لا تقبل أل، إذن هي ليست أسماء. طيب، هل هذه الكلمات حروف؟ أيضا أنت تعلم أنها ليست حروف، إذن هي إيش؟ أحسنت، هي أفعال. ممتاز، إذن اتخذ، أطرد، احفظ، حارب، هي أفعال. طيب، يقول الكاتب هنا هو المتكلم فم المخاطب. لما أقول لك أوجه لك الخطاب أقول لك احفظ طعامك من شره، انتبه لدرسك، من المخاطب؟ نعم، هو الذي يستمع كلام، الذي يستمع منك الآن هو المخاطب بهذا الفعل. لما أقول لك انتبه لشرحنا هنا، انتبه، أخاطبك أنت، أنت المستمع، فأنا أخاطبك، أنا أيها المتكلم أخاطبك أيها المستمع. طيب، ماذا أطلب منك؟ ماذا يطلب الكاتب من المخاطب؟ أنا ما أقول حاربه بالنظافة، حاربه كلما دنا منك، اتخذه عدوا لك. ماذا أطلب منك؟ ماذا أطلب منك بهذا الجمل؟ أحسنت، أطلب منك أن تقوم بعمل معين، أطلب منك أن تقوم بعمل معين. ممتاز، أيضا متى ستقوم بالمخاطب؟ متى سيقوم المخاطب بهذه الأعمال؟ لما أقول لك انتبه معنا لهذا الدرس، أو أقول ركز جيدا، هل هو الآن؟ أم غدا؟ أم الماضي بالأمس؟ لما أقولك انتبه معنا للدرس، انتبه، ها؟ أحسنت، الآن. ممتاز، الآن أنا أخاطبك وأطلب منك عملا ما الآن، الآن أطلب منك، أقول انتبه للدرس، اترك عنك اللعبة وقت المذاكرة، أخاطبك الآن وأريدك أن تفعل هذا الفعل الآن. إذن ماذا نسمي الفعل الذي نطلب به شيئا معينا وفي الزمن الحاضر الآن؟ ماذا نسمي هذا الفعل؟ أحسنت، نسميه فعل أمر. إذن فعل الأمر هو أن أطلب منك عملا معين، هو أن أطلب منك القيام بعمل معين. طيب، ما فعل الأمر إذن؟ بماذا نعرف فعل الأمر؟ انظر، يقول فعل الأمر هو كلمة نطلب بها من المخاطب القيام بعمل ما.
إذن كلمة نطلب بها من المخاطب أي المستمع القيام بعمل ما، أقول اتخذ من الذباب عدوا لك، أمرك بعمل الانتباه من الذباب وأن تجعله عدوا لك، أقول لك أترك اللعب وقت الدرس يعني لا تقم باللعب أثناء الدرس. إذا طلبت منك أن تقوم بعمل معين الآن، إذا هو المتكلم يخاطب المخاطب المستمع يخاطبك أنت بأن تفعل فعلا معينا أو أن تقوم بعمل معين. ممتاز. إذا أعيد، فعل الأمر هو كلمة نطلب بها من المخاطب القيام بعمل ما. طيب ولاحظ آخر الأفعال التالية، انظر اتخذ، عينك على الكلمة أو الحرف اللي باللون الأبيض، اتخذ، اطرد، احفظ، حارب، ما آخر هذه الأفعال؟ ما الحركة التي تظهر في آخر هذه الأفعال والتي باللون الأبيض؟ ما هي الحركة؟ ها ما العلامة التي تظهر على آخر هذه الأفعال؟ ها ركز وعيد مرة أخرى، انظر لهذه الكلمات، ها ما هي الحركة؟ ماذا نسميها؟ ماذا نستنتج؟ استنتج ما يلي، أن العلامة التي تظهر على آخر فعل الأمر هي السكون. إذن من علامات معرفة فعل الأمر أن يكون آخره سكون، أو أن تكون أو أن يكون آخر حرف فيه علامته السكون. إذن العلامة التي تظهر على آخر فعل الأمر هي السكون. أحسنت. طيب إذن تعلمنا قواعد لا ننساها. فعل الأمر هو كلمة نطلب بها من المخاطب القيام بعمل ما، أطلب منك أن تقوم بعمل ما، إذن كلمة نطلب بها من المخاطب الذي يستمع لكلامي أن يقوم بعمل ما، اترك اللعب أثناء الدرس، أمرتك بألا تلعب وقت اللعب أو بترك اللعب وقت الدرس، أقول مثلا حارب الذباب كلما دنا منك، معناه أن تبقى، أن أطلب منك أن تحارب الذباب دائما، أن تقوم بعمل محاربة الذباب دائما. إذن فعل الأمر كلمة نطلب بها من الخاطب القيام بعمل ما. العلامة التي تظهر على آخر فعل الأمر هي السكون. أنت كما تعلم الآن أننا عندنا ثلاثة أفعال، ماضي علامته الفتح، مضارع علامته الضم، وسبق أن أخذنا هذين الفعلين، وفعل الأمر وعلامته السكون. إذن العلامة التي تظهر على آخر فعل الأمر هي السكون. طيب نستخدم أفعال الأمر التالية في جمل مفيدة. لاحظ عندي ستة أفعال ماضية، ستة أفعال ماضية، واضب، استذكر، شارك، زر، أطع، احترم، ستة أفعال أريدك أن تضعها في جملة مفيدة. لاحظ ملاحظة على هذه الأفعال أن آخرها أو علامة الحرف الأخير فيها هي السكون، أو العلامة التي تظهر على آخرها هي السكون. لاحظ السكون، واضب، استذكر، شارك، زر، أطع، احترم، كلها السكون. طيب نأخذ أول كلمة، واضب، من يضعها في جملة؟ واضب، من يضعها في جملة؟ فعل أمر علامة آخره السكون، من يضعها في جملة؟ ها ممتاز، واضب على أداء الصلاة في وقتها. أحسنت، بارك الله فيك، واضب على أداء الصلاة في وقتها، ممتاز. طيب نأتي الآن للكلمة التي تليها، استذكر. ها ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أحسنت، استذكر دروسك جيدا، أطلب منك أن تقوم بعملية استذكار الدروس جيدا. طيب نأتي للكلمة التي تليها، أقول شارك، شارك، من يضعها في جملة؟ شارك، شارك، ها أحسنت، ممتاز، شارك في أنشطة مدرستك لتبدع. أحسنت، شارك، ممتاز، أحسنت. طيب
ناتي الآن للجملة الكلمة الثانية. زر زر زر، من يضعها في جملة؟ زر فعل أمر، علامة آخره السكون. زر، أطلب منك القيام بعملية الزيارة. زر، ها أحسنت، زر صديقك المريض في منزله. ممتاز، زر صديقك المريض في منزله، ممتاز أحسنت. طيب الكلمة التي تليها أطع، فعل أمر آخره السكون. ماذا أقول؟ ها فكر جيدا، ماذا أقول؟ أطع، ممتاز، أطع والديك فيما يطلبان منك، ممتاز أحسنت. فعل أمر آخره السكون، أطع أطع. طيب نأتي الآن عند الجملة أو الكلمة الأخيرة، احترم. احترم فعل أمر آخره السكون، ماذا أقول؟ أحسنت، احترم معلمك فهو طريقك إلى النجاح، ممتاز بارك الله فيك. إذن هذه كلمات وضعناها في جمل مفيدة، كل لاحظ أن كل الجمل بدأت بفعل، فكل الجمل التي قمت بإنشائها هي جمل فعلية لأنها بدأت بفعل. طيب ما معنى هذا الفعل؟ فعل أمر، فعل أمر، ولاحظ أن آخره السكون. طيب الآن التقويم، الآن التقويم، يقول ضع إشارة صح يمين العبارة الصحيحة. علامة آخر فعل الأمر هي الضمة، أو علامة آخر فعل الأمر الفتحة، أو علامة فعل آخر فعل الأمر هي السكون. نحن درسنا فعل الأمر الآن، وقلت لك أيها الطالب الكريم أننا أخذنا فيما مضى فعلين من أنواع الأفعال، وهو الماضي وعلامته الفتحة، والمضارع وعلامته الضمة، والآن أخذنا الأمر، فما علامة فعل الأمر؟ ما علامته؟ ممتاز، علامة آخر فعل الأمر هي السكون، ممتاز بارك الله فيك. طيب تعلمنا اليوم أو أخذنا أو كان درسنا اليوم هو فعل الأمر، فعل الأمر. تعرفنا على تعريف فعل الأمر، وقلنا هو كلمة نطلب بها من المخاطب أو المستمع القيام بعمل ما، نطلب منه القيام بعمل ما. اترك، واضب، حافظ، العب، ذاكر، ادرس، كل هذه أفعال نطلب بها من المخاطب القيام بعمل ما. طيب قلنا أيضا أن العلامة التي تظهر على آخر فعل الأمر هي السكون. أي فعل فعل، أي فعل أمر، فاعلم أن آخره هي السكون. إذا كل فعل أمر آخره السكون، ممتاز. مراجعنا كانت كتاب المعلم وكتاب الطالب والتطبيق النحوي. انتهى درسنا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.